ستصبح الفرقة جاهزة لمواجهة عدو غير مرئي. في البحر العدو غير المرئي هو الغواصات، وقد تم تصميم المدمرة من أجل قتال الغواصات. تعد الغواصات سلاحاً فعالاً جداً، إنها خطيرة جداً وفتاكة، يمكن لتوربيد واحد إغراق سفينة بضربة. صممت الفرقاطة متعددة المهام لمرافقة الوحدات القيمة كحاملات الطائرات ولحماية الغواصات النووية الخاصة بها. لدى فرنسا 10 غواصات، 4 منها تحمل أسلحة نووية، قوة ردع فرنسا النووية سريتها تجعل الاعتماد عليها ممكناً. هذه الغواصات منيعة جداً ولا يمكن كشفها، يجب ألا تكشف عند مغادرتها بريست وحتى وصولها للمحيط الأطلسي. إذا كشفت هذه الغواصات من بريست فهذا يعني أنها ليست منيعة، لذا نحن نحميها لكي تبقى قوتنا النووية الرادعة يمكن الاعتماد عليها. يمكنها الغوص إلى عمق 400 متر، وبعضها قد يصل إلى عمق 1000 متر، وسرعة بعضها أعلى من 58 كيلومتراً بالساعة. هذه الآلات غامضة، وهي من أكثر الأسرار العسكرية سرية في أنحاء العالم. تصدر الغواصات ضجة، وكذلك نفعل نحن. السؤال هو، من يملك أفضل حساس لكشفها أولاً؟ مضادات الغواصات تمتد لعشرات الكيلومترات، إن اكتشفتم واحدة بعد 3000 متر، خسرتم المعركة. الهدف الأساسي هو البقاء بعيداً عن مرمى نيران الغواصات. يجب أن يتم كشفها وملاحقتها من بعيد. توجد على متنها معدات قوية لفعل ذلك. الكشف تحت الماء صعب، حيث يبلغ طولها نحو 100 متر. إيجادها في المحيط كالبحث عن إبرة داخل كومة قش، لذا تحتاج مصادر للحاق غواصة واحدة. الفرقاطة متعددة المهام فعالة بكشف الغواصات. لدينا أدوات عدة لكشف الغواصات وتحييدها. جهاز السونار بمقدمة الهيكل الذي هو جزء من السفينة، وجهاز السونار الخلفي الملحق بها. يمكننا تحديد العمق الذي نرغب في إنزاله إليه من أجل كشف أفضل. سونار كابتاس الفعال الذي يزن 32 طناً هو أحدث أداة لتعقب الغواصات. تختلف الأمواج الصوتية في الماء عن أمواج الرادار. يبدأ الصوت بالهبوط ومن ثم يصعد. تحت الماء تؤثر درجات الحرارة والملوحة والضغط في كيفية انتقال الأمواج الصوتية. المسافة بين 100 و200 متر هي منطقة الانتقال الحراري التي يصعب على الأمواج اختراقها، ما يشكل منطقة اختباء للغواصات. عند إنزال السونار ل 350 متراً، يمكن للمدمرة التغلب على هذا، ويمكن أن تزيد مدى مراقبتها لأكثر من 150 متراً. اختيار عمق السونار يجعلنا قادرين على البحث عن الغواصات في مكان اختبائها. للكشف عن الغواصات لمسافات بعيدة، تمتلك المدمرة عنصراً آخر. NH90 المحمولة على السفينة تشكل امتداداً لها. بمدى يزيد عن 320 كيلومتراً وسرعة قصوى تصل ل 300 كيلومتر بالساعة، تحتاج كيمن مارين 8 دقائق لتجاوز أفق الفرقاطة الذي يبعد 40 كيلو. تستغرق الباخرة بسرعتها القصوى ساعة لقطع المسافة. تمتلك NH90 جهاز سونار يوضع في الماء من قبل المروحية الحوامة اسمه فلاش سونار، وهذا يمنحها مداً أوسع من أجل كشف الغواصات. أثناء طيراننا تنقل كل المعلومات عن أي غواصة يتم العثور عليها إلى السفينة وبالعكس. الفرقاطة ومروحية الكيمون
مصممتان لتعملا معا. إن حدث ما لا يمكن تفاديه، يوجد رد مباشر وسريع. عادة نحن نقوم بالرد عبر إطلاق النار. توربيدو MU-90 ينزل. التوربيد MU-90 يمكن إطلاقه من المروحية أو من قاذفات التوربيد على متن الفرقاطة. سرعته 100 كيلومتر بالساعة، يعمل على الطاقة الكهربائية. متفجرات البوليمر التي تزن 33 كيلوغراماً يمكنها اختراق أي درع. نحاول تفادي الإصابة بالتوربيد لأنه فتاك للغاية، يمكنه أن يشطر السفينة لنصفين. التوربيدات المضادة للسفن تزن أكثر من طن ونصف، أكثر بخمس مرات من المضادة للغواصات، ولها هدف مختلف. تنفجر التوربيدات تحت الهيكل مشكلة فقاعة وترفع السفينة. ترتفع السفينة ومن ثم تهبط متأثرة بثقلها وتنقسم إلى نصفين. لتجنب هذه الفرقاطة متعددة المهام، لديها مجموعة من الأشراك الإلكترونية. في الحقيقة إن مبدأ عمل هذه الأشراك الإلكترونية بسيط للغاية، فهي تقف بين التوربيد والفرقاطة متعددة المهام، وتبدأ ببث إشارة تحريضية، وثم بعد ذلك تبتعد ببطء لتقوم بجذب الخطر بعيداً عن السفينة. تستخدم التوربيدات الطاقة الكهربائية أو الحرارية، وقدرتها على التسيير الذاتي محدودة. لدى بعضها مدى فعال يصل لخمسين كيلومتراً، لكن الأشراك تستنزفها. لا تعتبر التوربيدات الخطر الوحيد الذي يهدد الفرقاطة. بما أنها سفينة مرافقة، فهذا يعني أنها مكشوفة. أخذ هذا في الاعتبار منذ البداية. إنها سفينة حربية للقتال بالخطوط الأمامية. في النزاعات تكون هي أول السفن المكتشفة، لذا يجب أن تقاوم الضربات والصواريخ والأسلحة المختلفة التي قد تواجهها دون التوقف عن العمل، وأن تحافظ على السفينة والعملية وسلامة الطاقم. من أجل تحقيق هذا، تم صنع قاربين بدلاً من قارب واحد. لقد وضعنا تصميماً يحوي مركبين، الأول في المقدمة والثاني في الخلف. هذان المركبان متناظران ملاحياً وأمنياً أيضاً. كل شيء موجود بالمقدمة موجود بالمؤخرة. يوجد مولدان كهربائيان على كل جانب، وبشكل مشابه إن تدمرت المحركات الخلفية، الحجرة الأمامية تدفع المدمرة، وتوجب جعل هذين الجزئين عازلين للماء. نحن في وسط السفينة، هذه الحواجز هنا عازلة للماء. توجد هنا أبواب عازلة للماء أيضاً تغلق بهذا الشكل. هذا الأمر يسمح للسفينة بالانقسام إلى منطقتين منعزلتين تماماً كما نرى. يوجد في المقدمة والمؤخرة كل ما هو ضروري من طاقة وتهوية وطعام وما إلى ذلك، وهذا الأمر يسمح بوجود فرقتي قتال مستقلتين تماماً على متنها. هذا التناظر بين المقدمة والمؤخرة يطبق أيضاً على كل الأسلاك في الميمنة والميسرة، أو إلى اليمين واليسار. نحن هنا في الدهليز التقني للميسرة. بإمكانك أن ترى كل الأسلاك والأنابيب تمر في هذا المكان، إنها متناظرة. هناك أشباه لها أيضاً في الجانب الآخر. هذا التشكيل التقني يزيد من سلامة البحارة بشكل كبير. خلف هذا الحاجز يوجد العالم الخارجي. هذا الجزء ضعيف جداً هنا. في حال التعرض لهجوم بالصواريخ على سبيل المثال، يمكن لهذا الدهليز التقني أن يعكس موجات الصدمة ويحمي الجهة الأخرى. هناك حاجة لكثير من الأسلاك بسبب الاستقلالية بالسفينة. كل موقع مطابق للآخر، ويسمح تقريباً بالوصول إلى كل شيء، مثل الملاحة والدفع والسلامة من الحريق والكاميرات. هذا أمر جديد بالنسبة للبرمجة، عمل عليه نحو 600 مهندس. يحوي نظام الاستكشاف أكثر من 20 مليون سطر من التعليمات البرمجية،
تحتوي المركبة الفضائية الأمريكية 400,000 سطر، أي أقل بخمسين مرة. تستلزم طباعتها 360,000 صفحة، وتتطلب قراءتها عدة سنوات. تحتوي على نحو 400 غرفة، ومثل الشقة يوجد هناك قائمة جرد وبعض المخازن. إن هذا الأمر يعود إلينا من أجل دراستها وبيع سفينة مثالية. بعد الكشف تنتقل السفينة إلى الماء إلى الأبد. الأسلحة سوف تضاف أثناء وجودها عند الرصيف. بعد الفحص تستطيع الفرقاطة متعددة المهام بدء خدمة مدتها 30 سنة في البحرية. خلال هذه الفترة ستواجه عدة مواقف طارئة. عند نقل مئات الأطنان من الوقود والذخيرة بدءاً من الذخائر الصغيرة وصولاً إلى صاروخ كروز الذي يزن طناً ونصفاً، الخطر الأول لا يأتي من الماء بل من النار. في كل منطقة من السفينة، في كل غرفة وكل زاوية توجد معدات إطفاء حريق من أجل التدخل السريع. هناك محذوران، الأول مجموعة متنوعة من الحساسات تقوم بتحليل كامل السفينة، كما تم تصميم الزي بشكل خاص لتسهيل الحركة بالأماكن الضيقة. كلنا هنا رجال إطفاء. الزي هو عبارة عن ملابس واقية بسيطة، إنه ما أرتديه الآن، بالإضافة إلى قبعة قطنية وقفازين قطنيين وقناع. هذا ما نرتديه طوال 24 ساعة بالبحر. كل شخص يعرف عمله ويتم التدرب على المهارات على مدار العام. عندما يتعامل رجال الإطفاء مع الحريق، قد ينتهي بهم المطاف وحدهم من دون القدرة على رؤية الآخرين، وهذا موقف يسبب توتراً أكبر بكثير من تسرب المياه للسفينة. سوف نحرك الضغط الزائد خلال تلك الغرفة ثم نحرره هناك، واضح؟ الظلام والدخان ونقص الأكسجين يتطلب الهدوء والخبرة. علينا الحذر، وربما علينا التراجع. في الحقيقة لا يسعنا البقاء إن انتشر الدخان إلى غرف متعددة، نتراجع بينما ينتشر الدخان. الحريق هو أكبر خطر بالنسبة للسفينة. الرجل المصاب يوجد في أسفل القسم المركزي. بالنسبة للإصابات، يوجد مركز فيه طبيب وممرضة قادران على إجراء عمليات بسيطة، ويمكن للحوامة أن تقوم بإخلاء الإصابات الخطيرة. يتم عادة تدريبنا على حوادث الحريق والغرق، لذا نحن نمتلك المهارات للتعامل مع هذه المواقف. لحسن الحظ، هذا مجرد تدريب على المخاطر في السفينة. هناك مخاطر خارجية أيضاً. الطائرات المقاتلة تشكل تهديداً سريعاً ودقيقاً، لذا يجب رصدها من بعيد. لتقوم السفينة بحماية نفسها، يتم تزويدها برادار متعدد الاستعمالات يمتلك رؤية ثلاثية الأبعاد، ليس فقط للموقع بل أيضاً لارتفاع الطائرات المحيطة بها. تستخدم الفرقاطة للدفاع تسجيلات فيديو تغطي نحو 360 درجة حول الفرقاطة، وهي فعالة جداً بالليل والنهار. سرعة الطائرة النفاثة أكثر من 2000 كيلومتر بالساعة، أي 550 متراً بالدقيقة. تستغرق 7 دقائق للتحليق فوق الفرقاطة بدءاً من دخولها نطاق الرادار البالغ 250 كيلومتراً. هنا غرفة المراقبة، لقد التقط الرادار طائرة تقترب بسرعة كبيرة، حول. الخطر الأساسي هو الصواريخ المضادة للسفن التي يمكن للطائرات إطلاقها. إلى كل الوحدات، تحذير من صواريخ أزمة 330. رأينا 330 ولكنه ثابت. تم تفعيل البرج. قد ينتج عن اصطدام الصاروخ حريق يدمر ذلك القسم من السفينة، ومن الممكن أن يسبب الاصطدام ضرراً كبيراً. لدينا مجموعة متنوعة من الأسلحة، وبإمكاننا الدفاع عن أنفسنا ضد أي خطر محتمل. ها هو، أنا أراه، إنه يقترب.
يمكن استعمال أي وسيلة لصد الهجوم. كرشاش عيار 12 مليمترا فاصل 7. وما يثير العجب، مدفع من عيار 76 مليمترا بإمكانه إطلاق 120 قذيفة بالدقيقة، وتنثر قذيفته الشظايا عند انفجارها. إنه فعال ومثالي للاستخدام ضد الطائرات. لستم بحاجة لإصابة الهدف، يكفي مروره ضمن مدى 10 أمتار من الهدف فينفجر. تشكل كمية القذائف الكبيرة ستاراً من الكرات، يمكنه أن يضر الصاروخ أو يدمر الطائرة. أما في قتال الغواصات فهناك الأشراك التي تشتت أنظمة توجيه الصاروخ. تفعيل نظام آستير، حول. أطلقي النار، هيا. لديها صواريخ مضادة للطائرات من طراز أستير، يمكنها أن تدمر صواريخ العدو وطائراته. تمت دراسة الأخطار التقليدية كالسفن الحربية والطائرات المحاربة والغواصات منذ الحرب العالمية الثانية. منذ ذلك الوقت ظهرت أخطار جديدة. تغيرت خطورة الأعمال الإرهابية، حيث يفضل الإرهابيون أفعالاً مثل تفخيخ القوارب المطاطية ذات الهيكل القاسي بالمتفجرات. تعطي الحساسات المحيطة بالفرقاطة متعددة المهام معلومات من مسافة وحجم وسرعة كل المراكب ضمن محيطها كما في هذا التدريب. هناك زورق يتجه نحو المدرسة. قم بمراقبة كل جهات الأفق. يتنبه الطاقم للأخطار التي تشكلها الطائرات المسيرة والقوارب الصغيرة عندما نكون قرب الساحل. نحن نأخذ هذه المخاطر على محمل الجد ونستطيع الرد عليها خلال دقيقة. قارب مجهول الهوية. يتم اتباع بروتوكول صارم لتلافي الخطأ. علي اتخاذ إجراءات مضادة. أطلب أن أغادر مكاني. لا، مرفوض، ابقى مكانك. نحن نستخدم عادة من أجل التحذير مكبرات الصوت ومشاعل الإغاثة، وذلك لتحذير الخطر من الاقتراب. إنه قادم. غير اتجاهك أو سوف أطلق النار. غير اتجاهك أو سوف أطلق النار. حول. لا تطلق النار. بالطبع في البداية نحاول عدم إطلاق النار لأننا لا نعرف نيتهم. نحاول في البداية ثنيهم فقط. لا جواب على التحذير الثاني. علم. تغيير في الاتجاه. نحو التحذير الثالث، سنطلق الرصاص التحذيري، إنه معاد. تحذير عند الميمنة، تحذير عند الميمنة، فليأخذ الطاقم مواقعه. تم إطلاق نيران تحذيرية. إن لم يجد الثني والتنبيه نرفع من حدة ردنا، ثم إن لم يكن أمامنا أي خيار نشتبك مع التهديد. لم أعد أراه. أطلق النار لإبعاد الخطر. الرادار الخلفي. يمكن لسلاح 20 مليمترا التعامل مع التهديد لأنه دقيق جدا ليتم إبعاد الخطر عن السفينة بسرعة. تم تحييد الهدف. علم تحييد الهدف. انتهى التحذير. نهاية التدريبات. دائم الحذر والاستعداد هي بعض شعارات البحرية الفرنسية. بأوقات السلام ينشط البحارة أيضاً، إذ يؤدون مهام الخدمة العامة مثل حماية البحر ومهام الإنقاذ ومكافحة القرصنة والتلوث والتهريب. من أجل الإنقاذ يستخدمون المروحية كيمون. يتراوح وزن المروحية بين 7 و10 أطنان حسب حمولتها. يستغرق إطلاقها نحو نصف ساعة. إنها أحدث المروحيات. مواصفاتها معيارية تسمح لها بالقيام بمجموعة من المهام. يمكن أن تتسع لتسع حمالات طبية.
تتكرر عمليات الإنقاذ البحري. عملية الرفع عملية دقيقة. أكبر المصاعب هي البقاء فوق السفينة دائمة الحركة ورفع الحمالة بسلام وأمان إلى المروحية. يصبح الطيران صعباً جداً عندما تنخفض الرؤية في الليل مثلاً. السبب أن المدمرة تظهر صغيرة في المحيط. يبلغ طول كايمان نحو 20 متراً، أي بطول حافلتين. تتراوح مساحة السطح الذي نحط عليه بين 30 إلى 20 متراً، وكونه بالبحر فهو يتحرك. قد نضطر إلى الهبوط ضمن ظروف جوية سيئة كالضباب والعواصف، وهذا يتطلب التدريب والتمرينات اليومية. عندما تكون منطقة هبوطكم متحركة، قد تضطرون للقيام ببضع محاولات. لهذا طيار المروحيات في البحرية من أمهر الطيارين. إحدى أهم ميزات الفرقاطة متعددة المهام قدرتها على إرسال قوات المغاوير. إنهم أشداء وقادرون على محاربة القرصنة أو القيام بمهام خاصة على البر حتى. تغطي المحيطات 70% من سطح الأرض، وتمر عبرها 90% من البضائع المهربة. تبحر أكثر من 50,000 سفينة ناقلة أكثر من 10 مليارات طن من الغذاء سنوياً. إنه غريب، يبدو كطريق عصابة. حتى ضمن المياه الدولية تستطيع البحرية الفرنسية التحقق إن كان العلم والحمولة والطاقم قانونيين. هذا النوع من المهام مناسب للفرقاطة. يمكن أن يطلب منا تغيير مسارنا للتحقق من علم السفينة. ليس متعاوناً بشأن نزع ألواح الطاقة الشمسية، إنه الوحيد هناك ويرفض الأربعة الباقون إظهار أوراقهم. في حال وجود مقاومة، يستطيع القبطان استخدام خطط التخويف لنحذرهم على مسافة 350 متراً. لإيقاف السفينة الممانعة ولنظهر لهم تصميمنا، نطلق النار أمام مقدم الزورق، وفي العادة يتوقفون. تحلق المروحية مرة أخرى من أجل ردع السفينة. في البداية كان مقاوماً ورفض الاستجابة، لكنه الآن يسمح لنا بالصعود للسفينة. عليكم الحذر. يتم التهريب بشكل أساسي عبر البحر. أكثر من 1/3 مصادرات الممنوعات تتم من المراكب، ونسبة تجارة السلاح أكبر. نحو 10 أفراد مسلحين ومدربين يصعدون على متن السفينة لتفتيشها. تبدأ زيارة السفينة عادة بالتحقق من تصاريح الإبحار وقائمة الطاقم الموجود. بعدها يبدأ تفتيش أكثر دقة في حال تطلب الأمر. أحضر لي القائمة. حاضر. ما رأيك؟ ليس لديكم أي تصريح للإبحار أو الملاحة. حسناً يا واتسون، تابع عملك ريثما يتم إكمال الانحراف. هل سمعت ذلك واتسون؟ العام الماضي ضبطت 8 أطنان من الممنوعات في المحيط الهندي. نحاول جمع ما نستطيع من إثباتات للحصول على دليل ملموس. قد نجد أسلحة أو ممنوعات أو مسافرين متخفين. نجمع الطاقم في جهة ونحصر ما وجدناه في الجهة الأخرى، وبعد ذلك نعيد توجيه السفينة. عام 2016 صادرت الفرقاطة بروفونز مئات البنادق والصواريخ المضادة للدبابات عند الصومال. كانت مخبأة تحت شباك الصيد. في كل عام يتم تفتيش 10 سفن حول العالم.
لم تشهد فرنسا خلال تاريخها فترة سلام طويلة كهذه الفترة. يعود الفضل في ذلك إلى القوة الرادعة لجيشها. القوة البحرية الفرنسية دائماً مستعدة، كما يعود أيضاً إلى عتادها دائم التطور وإلى الفرقاطة فريم متعددة المهام التي تعتبر جوهرتها الحالية. الفرقاطات المتعددة المهام هي ثمرة 400 سنة من البحث والتطوير. اليوم إنها تقوم بحماية مصالح القوة البحرية الرابعة في العالم، فرنسا.